عالم الكمومية متناهي الصغر لا يزال بعيداً. علماء فيزياء يصنعون من الجزيئات حاسوباً جباراً. لا أحد يعرف ما هو الحاسوب الكمومي حقاً، لكنه سيغيرنا. يتوقع منه إحداث ثورة في العلم. يوفر الحاسوب الكمومي إمكانيات كبيرة جداً، فقدرته الحاسوبية ستتيح حل مسائل لسنا قادرين على صوغها بعد. يمكنه مثلاً محاكاة الجزيئات، وهذا سيتيح البحث عن أدوية بشكل غير مسبوق. هناك اهتمام كبير بالحواسيب الكمومية، فهي مستقبلية لكنها لا تزال في مهد تطورها. ما يبدو كرقاقة حاسوب بلاستيكية هو في الواقع نموذج رئة بشرية. بواسطة هذه الحواسيب تسعى شركة ألفيوليكس السويسرية الناشئة لمعالجة الأمراض بشكل أسرع. نينا هوبي ويانيك شتوكي أسسا الشركة سوياً، ونالا عام 2022 الجائزة السويسرية للتقنيات الطبية. بمصة توضع خلايا رئة بشرية على مرشح رقيق، حيث يمكن تنشيطها ميكانيكياً لتقليد رئة حقيقية. يمكن تحفيز هذه الخلايا، ومن حيث المبدأ نشكل بيئة جسم الإنسان في هذه الرقائق البلاستيكية. نستخدم هذا لمحاكاة الأعضاء الصغيرة التي هي أقرب بكثير إلى جسم الإنسان من أي شيء آخر موجود اليوم. إنه أقرب من التجارب المخبرية أو التجارب على الحيوان، حيث يمكن تطوير الأدوية المناسبة بهذه الرئة المصغرة بحسب الباحثين. يستغرق تطوير دواء ما من 10 إلى 15 سنة، وتكون البداية بفحص جزيئات كثيرة في منظومات بسيطة، أي في طبق بتري، لكن الخلية لا تكون فيه كما هي في جسم الإنسان، إذ تفتقد لطبقات ثلاثية الأبعاد وقوى الجذب. يلي ذلك اختبارات على الحيوان وفحص المزايا السمية. مجمل العملية مجهد، سيما التجارب على الحيوان، وهنا تأتي ميزة تقنيتنا. التوقعات على الرئة المصغرة كبيرة، فمن شأنها أن تتيح للزبائن وبالأخص لشركات الأدوية فحص أدويتهم بسرعة. هنا لدينا الخلايا الداخلية وفوقها خلايا المناعة، وهي مترابطة. هل نفذت عدوى؟ نفذت علاجاً. هكذا نعرف مبكراً إن كان جزيء ما يعمل أم لا، وإن كانت هناك أعراض جانبية، وبالتالي يمكن تصويب العملية وتحسينها وخفض كلفتها أيضاً. وقد تشير بعض الدراسات إلى توفير يصل إلى 500 مليون في العقار الواحد. ما هو ممكن بالفعل اليوم يمكن أن يصبح أسرع وأكثر كفاءة باستخدام الكمبيوتر الكمي، ويساعد على احترام الرفق بالحيوان. هدف شركتنا أن نساهم في تطوير أدوية أجود ذات عوارض جانبية أخف على المرضى. ناهيكم على أن تقنيتنا ستقلل من التجارب على الحيوان وستتخلى عنها مستقبلاً، لعلمنا بضعف استشراف فائدتها وأثرها الإيجابي على البشر. حمسني أستاذي المشرف آنذاك على الدكتوراه للبحث في الحوسبة الكمومية، ولكن عندما بدأت دراسة الفيزياء لم يكن أحد يهتم بالموضوع، ولم أكن قد سمعت به في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ. يبحث دومينيك تسنبول ويدرس الكمومية في جامعة بازل، وهي أصغر وحدة طاقة، وهذه تتجاوز الحوسبة الحالية التي تتجاوز البايت بأضعاف مضاعفة. الحاسوب العادي يجري حسبة في كل حركة، أي في الوحدة الزمنية الواحدة. أما بفضل الفيزياء الكمومية فتجرى حسابات كثيرة بالتوازي. مثال ممتاز الحساب الأسي للأعداد الكبيرة،
حيث يمكن القول إن الحاسوب الكمومي سيسعى للقسمة على جميع الأعداد الممكنة بالتزامن ويصل إلى النتيجة بسرعة. وإن كان العدد آلافاً مؤلفة، قد يحتاج الحاسوب العادي زمناً يضاهي عمر الكون. بينما يحل الحاسوب الكمومي المسألة في سويعات أو حتى ثوان. ولكن ما هي الكمومية؟ دعونا نغوص في عالم الكم. لابد وأن نتخيل أدنى مستويات المادة، أي ما هو أصغر من الذرة. هنا يحصل أمر مبهر، حيث تنتفي قوانين الطبيعة المعهودة، إذ يمكن لأصغر الجزيئات أن تكون في عدة أماكن في آن معاً. علماء الفيزياء في عشرينيات القرن الماضي كأينشتاين وشرودنجر كانوا رواد نظرية الكم التي تتجاوز قدرتنا على الخيال، حيث سعوا لتوضيح هذه المفارقة عبر تجاربهم النظرية. كان شرودنجر فيزيائياً نمساوياً اشتهر بفضل قطة، أو بالأحرى بفضل تجربة على قطة لم يقم بها لحسن الحظ. القطة كانت في صندوق من شأنه بنسبة 50% أن يقتلها خلال ساعة. وفق نظرية الكم فإن القطة حية ونافقة في آن معاً، ولكن فقط إن كنا لا نراها. ففي نظام ميكانيكي كمي يؤثر النظر المحض على تشكل الحالة في الداخل. إذن لا نستطيع أن نقيس دون أن ننظر، ولا أن نعرف إذا كانت القطة حية أم نافقة. هكذا تتضح ميكانيكية الكم، فهي تعمل على أساس حالات متزامنة لا يمكن تطبيقها على قواعد الطبيعة المعتمدة. وفي عالم الكم يمكن للجزيئات أن تتشابك مع بعضها وأن تكون في نفس الوقت في مواضع مختلفة وفي حالات متباينة، وهذا التزامن يمكن حسابه. يمكن كتابة هذه الحالة كفكرة رياضية نسجل فيها التزامن، مثل هكذا حالة تكتب كدالة موجية بسي، ويكون المعطى بمعامل واحد ودوران للأعلى، بالإضافة إلى معامل آخر ودوران للأسفل، وهذا هو التزامن. وهكذا يمكننا تخيل البيت الكمومي أو الكوبيت بصفته سهما موجودا في أي موضع كان في الفضاء. هذه الكوبيتات أي البتات الكمومية هي جوهر الحاسوب الكمومي، بينما الحاسوب العادي يحسب بالبايت، أي إما أصفاراً أو آحاداً. يمكن للكوبيت أن يكون الاثنين في آن معاً. يمكننا أن نرى شيئاً شبيهاً في قطعة نقود تدور حول نفسها في الهواء ولا نعرف أي الوجهين فوق. لتوجيه هذه الكوبيتات والحساب بها ينبغي أن توقف حركتها، وهذا لا ينجح إلا إذا بردت عبر إجراء معقد لتصل درجة برودة الفضاء الخارجي إلى نحو 270 درجة مئوية تحت الصفر. السطح الخارجي موجود في الهيليوم، فهذا يساعد على تحمل البرودة. السائل البارد الذي نضخه يبرد السائل الذي يعود التكثف ويهبط للأسفل، ويمكن إجراء التجارب في ظل برودة تصل إلى 10 ملايين كلفن مقارنة بأربعة كلفن. نكون أمام برودة تعادل نحو 400 ضعف. يصمم معدو رسائل الدكتوراه في جامعة بازل حاسوباً كمومياً يعمل ببعض الكوبيتات القليلة، وحالما تنضج هذه التقنية سوف تستخدم في مجالات مختلفة. فالحواسيب الكمومية ينبغي لها أن تحاكي الجزيئات، وبالتالي سيتاح تطوير أدوية جديدة والانتصار على أمراض قاتلة أو إيجاد حلول لتخزين الطاقات المتجددة. وهناك نجاحات أولى في تحسين اللوجستيات، حيث استطاعوا في ميناء لوس أنجلوس أن يزيدوا من الطاقة الاستيعابية،
ومن تسريع وتيرة نقل الحاويات بالاستعانة بخوارزميات كمومية. وبالتالي صار الميناء اليوم أكثر كفاءة بطاقة أقل. تبدو الحوسبة الكمومية كمنجم ذهب. شركات تقنية مختلفة كجوجل وآي بي إم وكذلك دول بأكملها كالصين تتنافس منذ سنوات على من سيكون له السبق في تطوير حاسوب كمومي ويستثمر المليارات في البحوث. لا تستثمر سويسرا مبالغ كهذه، بل تستفيد شركة أبتاون بازل إنفينيتي من التمويل الخاص لولوج الحواسيب الأمريكية الكمومية، كما يستفيد الباحث دامير بوغدان بشركته الناشئة كوانتم بازل من الاستخدام المجاني للمبنى. تزداد المسائل تعقيداً أمام قطاع الصناعة بالطراد، وبالتالي يصبح استخدام الذكاء الاصطناعي أمراً مفروغاً منه، وعندما نصل إلى الحد ويصطدم الذكاء الاصطناعي به يكون علينا التفكير بحلين متوازيين، والحاسوب الكمومي وسيلة تتيح ذلك، وهذا يعني كفاءة أعلى باستخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الحواسيب، ولا أعني بالكفاءة سرعة الحوسبة فقط بل كفاءة الطاقة أيضاً. تعمل شركة أبتاون بازل بحواسيب فائقة الاستطاعة عادية وحواسيب كمومية في نظام هجين. فيزيائي الكم فريدريك فلوتر من آي بي إم يقدم المشورة للشركات الناشئة ويساعدهم في التفكير الخلاق. يجب بداية جدولة المسألة ومن ثم البحث في الخوارزميات الكمومية المجدية، وفي نفس الوقت تتيح الكمومية التي تسمح بحوسبة مختلفة تماما التفكير بالحل بشكل جديد للوصول إلى سبل جديدة، أي أن الكمومية توصلنا إلى طريقة تفكير مختلفة يمكن الاستفادة منها. وضعت في السنوات الأخيرة 40 دراسة على أساس الحاسوب الكمومي من شأنها أن تسهل وتسرع تطوير الأدوية. تتوفر لدينا اليوم كمية كافية من البيانات في قطاعي الطب والصحة، ولكنها بيانات من أنواع مختلفة، كبيانات صور وأخرى خاصة باللياقة البدنية أو بيانات ملفات المرضى وغير ذلك كثير. إذا أردنا معالجتها وفهم الترابط بينها سيكون الأمر شائكا ومعقدا، وسيعجز الحاسوب العادي عن فعل ذلك. وهنا تأتي جدوى الحاسوب الكمومي. على سبيل المثال، حتى اليوم لم تستطع بحوث الأدوية سوى البحث في 1% من مجمل الجزيئات النشطة، وهذا قليل جداً. وهذا ينعكس على علاج السرطان، حيث يستجيب ثلث المرضى للأدوية بشكل مباشر. حقاً لم نستطيع حل كل المشاكل بالحوسبة الكمومية للأسف، ولكننا واثقون من القدرة على تجاوز الكثير منها. تريد شركة ألفيوليكس حل إحدى هذه المشاكل قريباً. نينا هوبي هي المديرة العلمية لهذه الشركة الناشئة في بازل وتبحث في شرائح الأعضاء. تتيح الحواسيب الكمومية تقويم كميات بيانات مهولة فتوفر نظرة تفصيلية على تركيب المريض الجيني، شريحة الرئة أو أي عضو آخر من شأنها أن تمنح مريض السرطان إمكانية علاج أكثر فعالية. هناك أنواع مختلفة يمكن أن تفيد، لكن لا نعرف أيها بالضبط. اليوم يمكن معاينة الجينوم والبحث عن مزيج الأدوية الأفضل للمريض، ثم تأتي اللحظة المناسبة حيث يبدأ المريض بعلاج المناعة، ليلي ذلك الصراحة. في هذا الوقت يمكن أخذ خزعة من المريض لنضعها على شريحة العضو ونجرب مزيج أدوية عليه ليحصل المريض ضمن العلاج التالي على المزيج الأفضل تأثيراً.
ويهم في هذا السياق تقليل الأعراض الجانبية عليه، إذ لا نريد أن يعاني المريض بل أن يكون مطمئناً وأن يحصل على الدواء الأفضل، وهذا ما يمكننا المساهمة به. من أهداف الشركة أيضاً استبعاد التجارب ما قبل السريرية على الحيوانات. التجارب على الحيوانات وسيلة معتمدة منذ عقود للمساعدة في إنتاج الأدوية، لا سيما القوارض منها. ففي سويسرا وحدها تم استخدام نحو 500,000 حيوان عام 2021. هدفنا الأول تقليل التجارب غير الضرورية على الحيوان واستبدال الضرورية منها. لدينا أدوية كثيرة تؤثر بخاصة على الجينوم والخلية البشريين، وبالتالي لا فائدة هنا من التجارب على الحيوان. لا يتعلق الأمر اليوم بالاستغناء النهائي عن هذه التجارب، بل بوقف الصعبة منها والتي يعاني فيها الحيوان من آلام شديدة. تعرف هذه التجارب باسم تجارب على الحيوان من الدرجتين الثالثة والرابعة، ولدينا أمل كبير في المساعدة على هذا الصعيد. هناك إشكال في أوروبا، حيث لا تمنح وكالة الأدوية الأوروبية التراخيص دون أن تكون الأدوية مجربة على الحيوانات. يختلف الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك لم تعد هذه التجارب إلزامية منذ 2022، وبالتالي تمنح التراخيص بدونها. لا بل وهنالك قوانين جديدة تسمح بالاختبارات الحاسوبية أو التي تجرى على أعضاء اصطناعية. هذه البحوث تجرى هناك على نطاق واسع، مثلاً في مشفى كليفلاند في ولاية أوهايو، ومن أحدث منجزاته حاسوب كمومي. إنه أول حاسوب من نوعه يستخدم للبحوث الطبية بالكامل، وهذا عظيم الفائدة لأن نحو 10 ملايين مريض يتلقون العلاج في المشفى سنوياً. مدير البحوث لدى IBM جون آر سميث يرى فرصاً ممتازة في كميات البيانات الضخمة. يمكننا تسريع وتيرة تقدمنا في معالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالأمراض في رعاية المرضى من خلال تحقيق اختراقات واكتشافات ستكون أساسية لنا جميعاً. هنا لدينا فرصة كبيرة لتسريع البحث وتذليل التحديات المهمة المرتبطة بالأمراض عند توفير العلاج للمرضى. تم الاحتفاء بالحاسوب الكمومي. ورحب مدير المشفى توميسلاف ميهاليفيتش بالمدعوين. Thank you very much. ننشئ شيئاً جديداً في عملنا وعالمنا، نظام الحاسوب الكمومي الذي يبدو ضرباً من الخيال العلمي. والموجود خلفي هو أحدث تقنية حوسبة ومنصة حساب قائمة حالياً. نحن سعداء لأننا نسير قدماً بالبحوث وبالاكتشافات وبالرعاية الطبية من ناحية، وبتوفير فرص عمل كثيرة من ناحية أخرى. دامير بوغدان بين المدعوين، وهو المدير التنفيذي لشركة أبتاون بازل. وهذه ليست بالصدفة، فالسوق الأمريكية رائدة في مجال تطوير الحواسيب الكمومية، وأبتاون شركة لأي بي أم. أصدر مركز أبحاث أسترالي قبل شهر دراسة تبين أن 44 تقنية سوف تغير العالم، والصين لها الريادة اليوم في 37 منها، وللولايات المتحدة والغرب الريادة في 7 الباقية، ومنها الحاسوب الكمومي. رفض للاتحاد الأوروبي وفشل الاتفاق الإطاري يصعب العمل المشترك.
القرار بعدم السماح بمشاركة سويسرا أو الاتحاد الأوروبي في برنامج هورايزن يلعب دورا حاسما، وبالتالي لابد من البحث عن شركاء للتعاون. وهذا لا يعني أننا لسنا معنيين بشركات أوروبية، ولكننا نرى وجود إنجازات كثيرة في أمريكا، وهذا ما يدفع شركة أبتاون بازل للتوجيه مرارا وتكرارا إلى هناك. كما أن أجواء وادي السيليكون تحبب الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية بعكس موقف سويسرا الحذر والذي يخشى المغامرة. لكن علي أن أقول إن لسويسرا ميزات أيضا، ففي جامعة العلوم التطبيقية في بازل أو الجامعة التقنية في زيورخ توجد بحوث ممتازة، ولا ينقص سوى أجواء تأسيس الشركات، وهذه لا تزال في الولايات المتحدة أفضل. تطور الحاسوب الكمومي واعد جدا، ولكن هناك أصوات من محيط الجامعات تعلق على الأمر بتحفظ. ليس من السهل صناعة كمبيوتر كمي يمكنه حل المشكلات الضخمة على الفور، فتطور أجهزة الكمبيوتر حدث على مدار سنوات، ومن المحتمل أن يكون هذا هو الحال أيضا مع أجهزة الكمبيوتر الكمومية. لا أعلم، سوف يستغرق الأمر 10 سنوات أو أكثر للوصول إلى هذا، لذلك ما زلنا اليوم نبحث في الأساسيات. كلما زاد عدد الكوبيتات صارت الاستطاعة الحاسوبية أقوى. في حواسيب IBM الكمومية 433 وحدة. البحث في الأسس يركز حالياً على فيزياء كل كوبيت بشكل منفرد. هناك كوبيتات السيطرة عليها وتشكيلها سهل، ويوجد منها 100 وربما 1000، وهناك خطط لتشكيل 10,000 وربما 100,000، وهناك خطط لتشكيل 10,000 وربما 100,000. المشكلة اليوم تكمن في جودة الكوبيتات المتدنية، حيث تحصل أخطاء كثيرة في الحساب. هناك أيضا أفكار جديدة بخصوص التحسين، والنتيجة مفتوحة. وهناك بحوث في الكوبيتات في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ أيضا. بروفيسور الفيزياء النظرية هناك ريناتو رينار يقول بأن تطور الحاسوب الكمومي في مهده. تطور الحاسوب الكمومي اليوم يشبه التطور ما قبل جهاز ترانزستور. ما زال الحاسوب الكمومي ضخم الحجم، فمئة كوبيت لا تزال تملأ طاولة اختبارات كبيرة ومعها كل الكترونيات السيطرة، ولا زلنا نجهل كيفية تصغير كل ذلك، بحيث نضع ملايين الكوبيتات في حيز صغير لنتعامل معه بشكل مجد. ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع تحقيق ذلك، لكننا ما زلنا بالمقارنة في عصر الحواسيب ذات الأنابيب، ولا نعرف مدى الاستطاعة الكامنة ولا المخاطر أيضا. يحيط ريناتو بمخاطر الحوسبة الكمومية، وهو يدرس التشفير في زيورخ، أي تشفير البيانات. تشكل الحواسيب الكمومية اليوم خطراً على أمن البيانات، لأننا اليوم نستخدم مثلاً في التعاملات المصرفية الرقمية اتصالات مشفرة تعتمد ما يعرف بتشفير المفتاح العمومي، وهذا سيكون غير آمن في الحوسبة الكمومية، فمن يملك الحاسوب سيكون مطلعاً على كافة البيانات، وهذه مشكلة ملموسة. حتى الآن نجح منهاج حسابي بسيط في حماية بياناتنا بشكل جيد، وهو التعميل. هناك حسابات بسيطة يمكن أن تجرى، مثلا 3 × 7 = 21، ولكن إن طرحت السؤال معكوسا بمعنى حاصل أي عددين يعطي كذا، عندها ينبغي بالمبدأ تجريب كل الأعداد الممكنة، ويمكن أن تكون الأعداد شبه لا نهائية، وبالتالي سأحتاج دهرا لحسابها، وحتى الحاسوب لن يستطيع تجريب كل الأعداد الممكنة.
بينما يستطيع حاسوب كمومي أن يحسب بالتوازي ليصل خلال جزء من الثانية إلى نتيجة. هذا الشيء المبهر يقلق الخبراء. بهذا المعنى نحن متأخرون، لأننا نعرف أن البيانات التي نشفرها اليوم عمرها محدود جدا. أجل سرية هذه البيانات محدود، أي أن الأشياء التي أشفرها اليوم بالمفتاح العمومي سوف تتم قراءتها حين يكون الحاسوب الكمومي متاحا. ولم يكن تشفير البيانات حينها ممكنا إلا بالاستعانة بحاسوب كمومي أيضا، بمعنى ضرب العدو بسلاحه، والأمر يتم هكذا. يعد المرسل الكوبيتات ويرسلها وتكون في حالتي صفر أو واحد، ويرسل سلسلة عشوائية تماماً من هذه الكوبيتات إلى المستقبل، وهذه تعمل كمفتاح يعرفه الاثنان. بالطبع يمكن لشخص ما أن يحاول قراءة المفتاح أثناء النقل، لكن لا يكون لميكانيكا الكم هنا أي دور، فالاطلاع أو القراءة تغير الكوبيتات، والمرسل والمستقبل يلاحظان ذلك فوراً. فقط عندما يصل المفتاح غير المقروء تنقل الرسالة المشفرة فعلاً. لكن المشكلة تكمن في أن هذا الإجراء بالكاد قابل للتحقيق تقنياً. رغم أن الأمر صعب أو يبدو شبه مستحيل، نعرف اليوم أنه ينجح، ولكنه مكلف مالياً أيضاً. إذا أردنا شيئاً آمناً بالحق، علينا أن نكون مستعدين لدفع ثمنه. لنقل على المدى البعيد، يمكن أن نجد حلاً. لا ينبغي التفكير بأمن البيانات على المدى البعيد فقط، فالحوسبة الكمومية تحتاج إلى جهود كبيرة بعد، ويحتاج المستمرون إلى نفس طويل. أنادي بالصبر، لأنه لا يمكن أن نتوقع أن تكون لدينا هذه التطبيقات الجديدة خلال بضع سنوات. بالرغم من أن الجميع يتحدث عن الحوسبة الكمومية، نحتاج إلى تطوير خطوات كثيرة وإلى استثمارات ضخمة حتى نصل فعلا إلى التطبيقات، ونحتاج الوقت قبل كل شيء، وهو مرهون بالاستثمارات، وهذه الحالة أضخم بكثير مما كنا نظن قبيل سنوات. هناك شركات ناشئة ومستثمرون يريدون الاستثمار في الفكرة المستقبلية، والاهتمام يتنامى. الميزة في ذلك أن خريجي معاهد الفيزياء والحوسبة الكمومية يواصلون الاشتغال في الشركات الناشئة المختلفة والتقنية الكبرى على مشاريع الحوسبة الكمومية، ويجدون وظائف متنوعة، فهناك فرص عمل كثيرة جدا. لا يمكننا تصور حجم التغيير، لأننا أمام قفزات كمومية، وعندما تكون التغيرات أسية لا يمكننا تقديرها بالتفكير المعهود. لذا نحتاج إلى ما يسمى مشاريع فلكية، حيث يبقى التركيز على الرؤية قائما. فعلى الأرجح أنه سيتوجب تغيير السبيل بضع مرات واعتماد طرق تفكير جديدة.